السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن الوضع في مصر بالنسبة للمؤيد لقرارات رئيس الجمهورية أو حتى المعارض، أعتقد أن كلا الفريقين الوطني منهم لا يسر هذا الوضع وما كان يسعى إليه وما كان ليحلم به بعد ما قلنا أن احنا اجتزنا أول مرحلة من مراحل تحقيق نتائج الثورة بنجاح، اللي هي كانت مرحلة الانتخابات الرئاسية. لكننا بنحيا الآن في واقع لابد من التعامل معاه، ولابد من محاولة لتوصيفه، محاولة للخروج من هذه الأزمة التي نحياها، وبرضه محاولة لشرح الأمور وتبسيطها إبراء للذمة بين يدي الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نوع من أنواع البيان والوضوح للناس، حتى يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: يهلك من هلك عن بينة ويحيى أيضا من حي عن بينة. خلينا نبدأ الحدوتة من البداية كده، نرجع لوراء قليلا وبعد كده نتكلم على تثبيت قواعد اللعبة، المصطلح اللي احنا عايزين نركز عليه في هذه الآونة. نبدأ من أول انتخابات الرئاسة. كان واضح إن هناك من حشدا أحيانا كان حشد طائفي، أحيانا كان حشد قائم على كراهية فكرة المشروع الإسلامي بصفة عامة، أحيانا كان قائم على فكرة كراهية الثورة من ناحية أخرى. تعددت أقطاب الكراهية وحشدت باتجاه مرشح التيار الإسلامي الدكتور محمد مرسي. ده كان البداية، وأدت بالتأكيد إلى قدر كبير من الانقسام في الشارع. شفنا التصريحات الغريبة للبعض وقتها قبل انتخابات جولة الإعادة، اللي كان بيتكلم عن إن الرئيس اللي هو واخد المركز الأول في الجولة الأولى يتنازل لحمدين صباحي عشان يبقى حمدين هو اللي نازل قصاد الفريق أحمد شفيق. كان ضرب من العبث وقتها أن يطرح فقط هذا الاقتراح، وكان يحمل قدرا كبيرا جدا من التحامل المبدئي على أن يبقى فيه مرشح للتيار الإسلامي. مرورا بقى بفترة الانتخابات نفسها والشحن اللي كان موجود وقتها وازدياد وتيرة الكراهية، ثم الأدهى والأمر ان بعد ما صندوق الانتخابات أتى بالدكتور مرسي وأفرزه لكي يكون في سدة الحكم، وجدنا الحمد لله ان ساعتها المنافس الآخر الفريق أحمد شفيق أعلن على الجميع رضاه بهذه الجولة، وان هو بيتمنى للدكتور التوفيق، وقلنا هنطوي صفحة ونبدأ ونستقبل فترة مقبلة. لكن للأسف يعني كأن القدر كان يقول لنا هيهات هيهات. البعض كان مصر على عرقلة هذا الرئيس، عرقلة غير مشروعة في كل منحنياتها وفي كل خطواتها من أول يوم وهو يضع أمامه العراقيل. شفنا إعلان دستوري مكبل خرج قبل حتى استباقا لوجود الرئيس في سدة الحكم، أراد أن هو يقيد صلاحياته وينزل بها إلى أقل درجة. بعد كده حصلت أزمة اغتيال وقتل بعض أبنائنا وجنودنا من ضباط القوات، من ضباط وجنود القوات المسلحة على الحدود مع رفح، ودون سابق إنذار جيشت بعض الجماهير الغاضبة الحانقة غير الفاهمة للطعن في الرئيس اللي كان بقاله يومين ثلاثة فقط في قصر الرئاسة، والهتاف ضده وتحميل هذه المسؤولية. كان إرهاصات توريطه واضحة جدا منذ البداية. ثم لما يعني أخذ جزءا مستحقا من صلاحياته بإعلانه الدستوري في أغسطس، ده لم يكن إذانا بانتهاء المعركة، بل على العكس كان إذانا بالانتقال لجولة أخرى. على الصعيد بقى نفسه كان في هناك داخل الجمعية التأسيسية من أظهر للناس أنه رضى بالأمر الواقع، رضى بأن يبقى فيه قدر من الاتفاق والتوافق في شكل الجمعية التأسيسية في شكلها الثاني، انه رضى بالخمسين وخمسين وان هو قابل بهذا الشكل المتوازن وان كان جائرا على التيار الاسلامي. اظهر الناس انه هو موافق، سواء السيد عمرو موسى ولا دكتور جابر نصار ولا غيرهم من الاقطاب التي تتزعم حركة الانسحاب الان، اظهر الناس كأنه يبدي موافقة وتسليما
بالأمر الواقع، لكنه كان منذ اليوم الأول داخل الجمعية التأسيسية مشروع لتفكيك هذه الجمعية، مشروع لإثارة المشاكل كل يوم والذي يليه، زرع للألغام في طريق هذه الجمعية، اختراع مواد غريبة جدا. ولما بنلجأ لآلية التصويت، الآلية التي ارتضتها البشرية منذ زمن بعيد، احنا ما بنعيدش اكتشاف ولا اختراع العجلة، آلية التصويت ويرفض رأيه حتى بنسبة كبيرة جدا، كان بيهلل ويملأ الدنيا ضجيجا وصياحا وينقلب على قواعد الديمقراطية التي ينادي بها. بدت نوايا البعض داخل الجمعية التأسيسية كالسيد عمرو موسى وغيره، لما كان بيقترح مادة انتقالية تقضي بإعادة انتخاب رئيس للجمهورية بعد الاستفتاء على الدستور، وأزعم أنه كان ليدفع بهذا الدستور أن يخرج إلى النور وأن يستفتى عليه بنعم لو كانت هذه المادة فقط قد ضمنت فيه. كل الكلام اللي بيقال الآن على اعتراضات غير موضوعية على بعض مواد الدستور، وإن كنت موقن إن الدستور ده جهد بشري يقبل الخطأ قبل ما يقبل الصواب، لكن أتكلم عن انتقاد غير موضوعي، انتقاد فقط عنوانه هدم المعبد على رؤوس الجميع. لكني أزعم وأجزم إن الدستور لو كان احتوى على مادة انتقالية تتيح إعادة انتخاب الرئيس مرة أخرى بعد الموافقة عليه، لكان هؤلاء قد دفعوا بهذا الدستور إلى الأمام، ولكانوا أقنعوا الناس أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأن ده أفضل دستور خرج في تاريخ مصر. هنروح بعيد ليه؟ ما هو مقال السيد وائل قنديل منذ أسبوعين مضيا، تكلم تحديدا عن أنه التقى ببعض المشهورين من المنسحبين من الجمعية التأسيسية وسألهم عن أسباب انسحابهم، فقالوا أن دي أفضل مسودة دستور خرجت في تاريخ المصريين، لكنهم أرادوا ممارسة نوع من الابتزاز والضغط على أعضاء الجمعية التأسيسية ليستخرجوا منهم بزعمهم ما هو أفضل وأقوى. والأستاذ وائل قنديل قال لولا فقط أن من أدلى إلي بهذه التصريحات أخذ علي العهد والميثاق ألا تكون علانية وألا تنشر لذكرت لكم اسمه. في نفس هذا التوقيت كان هناك أيضا ما يبيت، أنا أحكي لك ثلاث طرق متوازية كان كل منها يسعى بصبر وبدأب لعرقلة أول رئيس منتخب وعدم إتاحة الفرصة له اللي بنسميها الفرصة الكاملة، الأربع سنوات اللي يقدر فيها يحقق إنجازا أو لا يحققه، ومن ثم يبقى الحكم للشارع. كان في مسار ثالث موازي، مسار كان بيبيت فيه بليل لأحكام مسيسة بالدرجة الأولى تعرقل خطوات مؤسسة الرئاسة أكثر وأكثر. واضح جدا أن كان رئيس حزب من الأحزاب العريقة في مصر السيد البدوي رئيس حزب الوفد، قال صراحة أن هو قبل حل مجلس الشعب بأربعة أيام كلمته شخصيتان إحداهما شخصية قضائية وأكدت له ان الحكم جاهز بحل مجلس الشعب. طبعا حل مجلس الشعب دي سابقة لم تحدث في تاريخ البشرية المعاصر، هذا القدر من الافتئات على الشعب، الافتئات على السلطة التشريعية. انا احدثك عن 30 مليونا من الناخبين نزلوا ادلوا باصواتهم، اتوا بمجلس الشعب بليبراليه وتياري الاسلامي ومستقليه وغير هؤلاء. المحكمة الدستورية ضربت بكل هذه الجماهير عرض الحائط وأصرت على معاقبة شعب على خطأ إجرائي وقع فيه النخبة، وقع فيه المجلس العسكري، مش هتفرق كتير، بس المهم مبدأ معاقبة الشعب على هذا الخطأ الإجرائي. في حين احنا شفنا في ألمانيا في نفس التوقيت شيء مشابه وحادثة مشابهة، لكن ترفض المحكمة هناك احتراما وتقديرا لشعبها، ترفض الحكم بحل مجلس الشعب لأجل أن القانون ليس دستوريا، وإنما تقضي باستكمال هذه الدورة البرلمانية ريثما يعاد مرة أخرى صياغة القانون بشكل أكثر دستورية. أقول أن السيد البدوي قال أن في شخصية قضائية حدثته قبل حل مجلس الشعب أربعة أيام أن المجلس في طريقه للحل على نفس الوتيرة وعلى نفس المنوال كان حيجري حل مجلس الشورى، حل الجمعية التأسيسية لأسباب واهية. حل التأسيسية الأولى كان بسبب وجود أعضاء من مجلسي الشعب والشورى فيها، وده كان حكم المحكمة الإدارية، في افتئات
أيضا على السلطة التشريعية، مرة كانت المرة الأولى ثم تلتها الثانية، ورغم ذلك يعني رضخ أعضاء مجلسي الشعب والشورى لهذا الحكم وقرروا عدم الطعن عليه. كان الإرهاصات بقى تبدو في الأفق واضحة، إن حل الشورى حل التأسيسية إبطال الإعلان الدستوري، هذا هو الحدث الأكبر، إبطال الإعلان الدستوري اللي أخرجه الرئيس في أغسطس، يعني عودتنا مرة أخرى إلى مربع صفر، يعني عودة فعليا المجلس العسكري لسدة الحكم ولصدارة المشهد من جديد. كل ده كان بيحضر، فكون إن مؤسسة الرئاسة استبقت كل هذه الأحداث بإعلان دستوري يحصن مجلسا منتخبا لوقت معين، ريثما يبقى فيه دستور وبعد ذلك انتخابات تأتي بمجالس منتخبة مرة أخرى، فأن يحصن مجلسا منتخبا، أن يحصن جمعية منتخبة أتت بقوة التصويت حتى وإن كان تصويتا غير مباشر من نواب الشعب، ده كان نوع من الاستباق لحالة لعودتنا مرة أخرى، يستبق بها حالة أو موقف عودتنا مرة أخرى إلى المربع صفر. فهذه خطوط المتوازية من وجهة نظري قد يكون انخرط فيها الوطنيون، خرط فيها المخلصون، أنا لا أعمم على أحد ولن أقع في نفس الخطأ الذي يقع فيه غيري في محاولات التعميم والتشويه، لا، أنا أثق أن كثيرين ممن يقف في ميدان التحرير أو الآن يعارضون قرار الرئيس هم وطنيون مخلصون، لهم مآرب أخرى ولهم اعتراض جوهري على قرارات الرئيس، لكن أنا أتحدث عن آخرين بيت القصيد بالنسبة إليهم أن يعطل، أن لو كان الدستور طريقا لحدوث قدر من الاستقرار في ظل رئيس من التيار الإسلامي، وهذا هو المهم والخطير، لو كان الدستور هو طريق حدوث قدر من الاستقرار في ظل قيادة رئيس من التيار الإسلامي، رئيس منتخب، إذن فالأمر بالنسبة إليهم هيبقى نهاية المطاف، هيبقى المشروع الإسلامي إلى حد كبير يتصدر المشهد في مصر سنوات مقبلة عديدة. هم مش عايزين يكرروا مشهد العدالة والتنمية في تركيا، مع الفارق أي قدر من الإنجاز هيتحقق، أي قدر من الاستقرار هيتحقق في ظل وجود الدكتور مرسي، سيعقوب بعد ذلك فترة أخرى سواء له أو لغيره من نفس التيار الإسلامي. هوى الناس في الشارع في الغالبية العظمى إسلامي التوجه، ومع تعطش إلى الإنجاز، ويتحقق أيضا هذا الإنجاز بالنسبة إلى الكثيرين من أقطاب المعارضة، يعني هذه دونها بالنسبة إليهم، دونها الرقاب بقى، دونها الدماء وغير ذلك، تجد هذا العبث مبعثرا في كلماتهم زي كلمات البردعي في ألمانيا تحديدا، ودسه الخبيث لكلمة الهولوكوست في طيات كلامه، بيعبئ حال رأي عام أوروبي ضد المصريين دون الخوض في تفاصيل مسألة الهولوكوست، أنا كتبت فيها بالتفصيل. طبعا نرفض حرق أي آدمي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ده أمور مستقر عندنا، لكننا نرفض الابتزاز الذي يتعرض له العالم باسم الهولوكوست، نرفض ابتزاز العالم سياسيا واقتصاديا باسم الهولوكوست. هتلر الطاغية قتل وأباد خمس الشعب البولندي، قتل طائفة الغجر في أوروبا، قتل حتى المعاقين المصابون بالإعاقة الجسدية من شعبه، كان مجنونا طاغية، فأن يختصر مأساة العالم في هولوكوست أعداد كثيرة جدا منها أعداد مكذوبة ومؤلفة ومخترعة، ومن ثم يبتز العالم بأسره لأجل هذه الأعداد ولأجل هذه المحارق، فنغض الطرف أو يغض العالم طرفه عن مذابح دير ياسين وبحر البقر وصبرة وشتيلة وجنين وقانا والمذابح المستعرة كل سنة في غزة رضوخا للهولوكوست المزعوم، فهذا ما لا نريده. الغرض أن يدس البلد هذه الكلمة الخبيثة المقصودة أثناء حواري في أوروبا، أن يوعز للغرب دائما بمناسبة وبغير مناسبة أن هناك انقلابا عن الديمقراطية، وأنا لا أرى انقلابا من الديمقراطية إلا منه وإلا من السيد صباحي والسيد عمرو موسى، في قدر من الإباء والترفع على الشعب المصري الذي اختار رئيسه، قدر من عدم الصبر
على هذه العملية الديمقراطية حتى تؤتي أكلها وتؤتي ثمارها. هؤلاء يعلمون أن الأمور لو استقرت 4 سنوات في ظل قيادة رجل ينتمي للتيار الإسلامي، فبالنسبة إليهم ده انتهاء لمشاريع التغريب التي قادها كثير من ممن سبقوهم طيلة عقود وطيلة ربما قرنين كاملين من الزمان، انتهاء لموجة التغريب دي، عودة البلاد مرة أخرى لصدارة المشهد الإسلامي والمشهد العربي. بالتأكيد هذا لا يرضيهم ولا يرضي يعني من يسوسهم ومن يقودهم من أطراف عالمية مختلفة. الحل الخروج من هذه الأزمة يقضي بالحوار، بتثبيت قواعد اللعبة بين نظام الحاكم والمعارضة، بمعنى أن يكون الإطار في مجمله إطارا سياسيا، لا بأس بالتظاهر السلمي، لا بأس بالاحتجاج السلمي، أما أن يوعظ البعض لأتباعه بمخالفة قواعد اللعبة والانقلاب على الديمقراطية والانقلاب على الصندوق والحديث عن إسقاط شرعية الرئيس فلن يكون مقبولا أبدا. دمتم في أمان الله.